بي يبعتنا أنا وخي الصغير تنرعى البقرات حب بركة ضفادع. يبقى هو وأمي لوحده من البيت لحاله. لا مش هون الموضوع. الموضوع إنه كان تقطع جوليات حب بركة الضفادع وتصير تعليلة تنورتها وتوطيها بسرعة تضحك وترقد. ونصير أنا ويلك البقرات يا يوسف وويلك يوسف تسمع حكي بلا طعمة على الصبح وويلك البقرات يا يوسف وويلك جولييت يا الله إذا بلحقها وبترك البقرات بصير يبكي خي الصغير خلص ترويقتك هلأ بتأخرني كل يوم ساعة ساعة لحقها بعدك مطول ولا بيبكي لا شي ربع ساعة ربع ساعة بتكون فلت جولييت والشمس بلشت تموت أنا تأخرت بدك شي حبيبي لا ماما الله معك ما تنسى التلفن لتأكد الموعد قبل ما تفل طيب أوكي ما يقطع ليلي وما أحلم حالي قاعد حد البركة وتنورة جولييت تعالوا تعالوا يوسف طيب أعطيني الصينية بدي أمشي بلشت لقي الضفادع وخبيهم بمرضبان بالبيت وصرت كل ما بي بعتني لأرعى البقرات أخذ معي ضفدع من البيت لخي الصغير وبس توصل جولييت قبل ما تعلي التنورة كون أنا مديت إيدي عجيبتي أخذت الضفدع ناولتها لخيي ورقدت على جولييت بعدين صرت أنا حرقصها لجولييت نهار أتخبى ورا الصخرة نهار أتخبى ورا الشجرة والله منك هين يا جدي انطرها لتوصل حد البركة ونط عليها أنا أرقد وهي تلحقني الو عندي مهمة لإلك عرف عن حالك خبرني عنك دكتور بدران معك الأستاذ سامي الريس اعطيني عنوانك وأنا بجي لعندك ما بدك تعرف نوع المهمة؟ شوف أنا صاري غالي كتير إذا معك تدفع اعطيني العنوان ما معك تدفع ما تضيع لي وقتي سوق المعارض للسيارات على الطريق العام مش صالة العرض المكاتب طب ساعة وكون عندك شو صار؟ جاي لهون نعم؟ شو بكي خفتي؟ مش انت جبتي لي رقم من دكتور بدران؟ ايه بس ما بعرف اذا لازم نتلاقى مع مجرم بالمكتب مش مجرم قاتل محترف واذا حدا شافك معه؟ ردي انت رد نحن بمكتب بركي شي زبون مهم طيب رد انت السكرتيرة هون ردي الو الو مرحبا مكتب الاستاذ سامي الرئيس مزبوط عرفت انا حضرتكم طالبين موظفين عايزين موظف واحد اوفيس بوي يعني حدا يطبع اوراق ويرتب ملفات بعرف شو يعني اوفيس بوي عن جد ايه شو معك شهادات درست ديكور بالجامعة اللبنانية فنان يعني اذا بدك ليك حبيبي بدك تجي لعنا على المكتب تجيب معك صورة شمسية واخراج عقد عائلة وصورة عن شهاداتك الجامعية طيب شكرا كلي زوق اهلا هونيك نهار عرف خيي بمرضين ضفادع كيف عرف كيف لقى شو بيعرفني وقف على الكرسي طيطان المرضبين عن الرف وقع من ايده وانكسر وفلتولك هالضفادع بالبيت وطلعت الصرخة اكلتلك وش بدن وبقي بيع عشي شهر يلاقي ضفادع بالبيت وكل ما لقى ضفدعة يطعميلي وش بدن تاني وجولييت شو صار فيها؟ مين جولييت؟ مرحبا جاد شو جارع شو مستعجل وصل على سوق المعارض عال وانا كمان بنروح سوا ايه
ليه عم تطلع فيها هيك؟ ليش قولك؟ خلص سامي. بغسي بس بعد يومين ثلاثة بصير بسوى 6 مليون دولار، رح تترجيني لحتى بوسك. تبع حالك معي سامي، مش كتير غلط يلي عم نعمله؟ ما عندي حل تاني تقولها الشركة والمصريات إلا إذا عبالك تبقي مع رجل فقير. لا مش هيك، بس ما لازم نلاقي طريقة غير القتل؟ مين؟ أنا سهام السيستم. مين يعني؟ أنا اللي بشتغل هون بالمكتب. شو بدك سهام؟ كان في موضوع بدي أحكي فيه مع الأستاذ سامي كرمال ابني وائل. الأستاذ سامي مشغول هلأ. إيه بس يا سامي. بعدين سهام. أنا على مكتب إذا عزت شي أستاذ. خليكي هون، على الأكيد ما بعوز شي. أنا بنزل هون إذا بتريد. موفق يا جار. أنا اللي اتصلت فيك كرمال الوظيفة. لا المكاتب بالبناية اللي ورا المعارض. بعيدة من هون؟ لا شي 20 متر بس. ثانك يو. تفضل. مرحبا. أهلا أستاذ، تفضل. يعطيك العافية. سامي، عفوا، الأستاذ سامي ناطرك جوا بمكتبه، تفضل. ما بدك تردي على التليفون؟ الاتصال مش مهم، قصدي الشخص اللي عم يتصل مش كتير مهم، تفضل من هون. أصلا بعتذر، عم بدخل بقصص ما لي فيها. عفوا، في حدا عرقان بالأسانسور. كيف بتعرف؟ سمعته عم بعيد؟ مش مهم، ما تعطل هم أستاذ، في حدا مسؤول أكيد هلأ بيساعده، تفضل. لو حدا رد علي يا جماعة، لو حدا رد علي. أنا الشخص اللي اتصلت فيه كرمال الموضوع. عفوا، خلينا أنا أحكي. تفضل. بعرف إنه سعرك غالي، بس شغلك نظيف. مثل ما قلت لك، خبرنا عنك الدكتور بدران. مين دكتور بدران؟ قلت لك محترف.
100,000 قبل العملية و 200,000 بعد العملية. يا معلم إذا ما بتعرف كيف تمشي الأسانسور عيد لحدا بيعرف كيف. طب ما في ناطور؟ ما في مسؤول؟ لو كيف ما عدت الهم؟ طيب أنت مخلص حدا قبل بمرة من الأسانسور؟ لا بس ما دعت الهم. حلو. اللي بحبه بحالي إني صريح وما بحب اللف والدوران. مرتي نور وردة الشركة عن بيا يلي توفى من سنتين وبتبلغ ثروتها 6 مليون دولار، وطبعا أنا ما بملك شيء. بعتذر على صراحتي الجريئة، بس الحلو بالخبرية إنه إذا مرتي نور بتتوفى أنا الوريث الوحيد للشركة وللست مليون دولار. الحمد لله على السلامة. بعتذر إذا علي صوتي عليك شوي. ما تعطي الهم السياسة. ماشي أنا بنزعج من الأماكن دي. يعطيك العافية. العافية. بدي الموت تبين انتحار، ما بدي حدا يشك بجريمة قتل. بهيدا الظرف في مفتاح بيت، بيتنا أنا ومرتي طبعا، ومع المفتاح في خريطة موجودة عليها كل المعلومات اللي ممكن تعوزها. معك 3 أيام لتنفذ العملية. هالثلاث أيام أنا رح كون برات البيت. بس ارجع بدي تكون مرتي نور ماتت. ساعتها أنا بتصل بالشرطة وبتطلع حبيبة قلبي نور انتحرت لأسباب غامضة. ساعتها بورت الشركة والست ملايين دولار أكيد. نعم. الأستاذ سامي موجود؟ الأستاذ سامي ظهر. كان عندي موعد معه من ربع ساعة. فإذا نلغى الموعد. حكينا على التليفون من شي ساعة تقريبا. بقدر أخدمك بشي تاني؟ قولي له للأستاذ سامي إذا مشيت من هون ما بقى أرجع. شو يعني؟ لازم نخاف؟ مين هالمزعج؟ يمكن هيدا الفنان يلي بده يشتغل أوفيس بوي. صحيح بالأخلاق. أستاذ سامي في سوء تفاهم صغير لازم نوضحه بيناتنا. أنا مستعد أدفع يلي بتطلبه. مش هيك القصة وما فيها إنه أنا ما بقدر أقوم بهيدي المهمة. أستاذ أنا حاضر لكل الشروط، أنا ما إلي غيرك، ما بعرف حدا غيرك أصلاً. أستاذ سامي. يا أستاذ حبيبي ما تعطيني جواب هلا. فكر بالموضوع لوحدك ورجع أعطيني خبر، وأنا حاضر للمبلغ اللي بتطلبه. شو في سهام؟ شو بدك اليوم؟ لا ابدا ست مايا، بس بدي اشوف اذا الاستاذ سامي. لا 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 ما بتفهمي؟ قلت لك مشغول. بس يا ست مايا انا عايز دقيقه. سهام خلص. بعتذر على الازعاج. مين هالمزعجه؟ سهام الغبيه. مين يعني؟ لك هيدا بتنظف بتلم الزباله. وشو بدها هالمسطوله؟ شو بعرفني؟ بدها تحكي معك شي بخصوص ابنها. بتقولي لها اذا بعد بدق قلبي مره وحده كسر لها ايديها واجريها وبعتها لعند ابنها على بيتها. تعرف شو؟ رح أقتلك مرتك. الشخص الغلط بالوقت الغلط والمطرح الغلط. ستروبيا صدفة بس مش حظ، بالغلط. قصة حياتي، قصة حياة الكل يمكن مين بيعرف.
مين بيعرف شو بيصير بعدين أو شو فيه بعدين؟ الله ينجينا من كلمة لو. ما أنا لو بعرف ما كنت بحكي هالحكيات. علي كيفك مايا؟ مدام نور؟ كيفك انت؟ ماشي الحال، وينو سامية؟ يلا لحظة لحول لك اياه. صح النوم حياتي. شو صح النوم؟ وعيت من زمان. عن جد عم تحكي ولا عم تمزح معي؟ ليه ما حكيتني قبل؟ حياتي افتكرتك بعدك ليلة ما حبيت ازعجك. يا عمري شو عم تعمل؟ شغل حياتي شغل. يعطيك العافية، أكلت؟ لا بعد. نتغدى سوا؟ لا ما بقدر حياتي لأنه عندي اجتماع كتير مهم. يا الله. ليك حياتي أنا مشغول هلا، بحكيكي بعدين؟ طيب طيب، بس أي ساعة طيارتك بكرة؟ طيارة الليلة حياتي مش بكرة. حياتي، برجع بحكيكي بعدين، أوكي؟ يلا باي. مايا تعي لعندي شوي بليز. شو بدك؟ مايا لازم روح دب غراضي، لازم روح على البيت دب الشنطة. رايح لدب الشنطة ولا لتقعد مع مرتك؟ مايا رح ازعل منك. عمول مثل ما بدك، ما انا بلا احساس. مايا على أساس كان لازم نمشي بكرة، بس القاتل يمكن ينفذ العملية الليلة، فبقى لازم نروح على البيت لضب غراضي وضب الشنطة ولا نمشي اليوم، وانت كمان روحي ضب الشنطة. أنا مش رايحة معك. مايا حياتي بلا هالحركات، إلنا شهر منخطط للمشروع، أوتيل، سويت، جاكوزي، مساج، ما حدا بيعرفنا ولا نحن بنعرف حدا. بدك تطول عندها؟ ما بقى تقولي عندها. عندها يعني بيتي، البيت اللي رح نسكن فيه سوا بعدين، بيتنا. طيب روح بس ما تطول. وائل سهام، يا وائل يا جدي روق. جيت سهام. جدي روق شوي، إذا بتريد شو بدك؟ بدك تفوت على الحمام؟ لا لا، ورا الشجرة أحلى، لأنه بهالوقت بتكون ليلى عم تنشر الغسيل، بتكون لابسة فستان الأحمر القصير. يا بيي اكمل زمان وصلنا له. صار الفنان مبهدل وبده يبيع حاله ليطلع الألف ليرة، والمجرم محترم، مجرد ما يقول مجرم يطلع له شنطة مصاري. سهام وائل. لك روح يا جد. جيت روح. جننتين اليوم، ليش هيك بتتصرفي يا سهام؟ بتجبريني اجرحك بالحكي وبكره هالشي. معلش، معك حق يا ست مايا، انا تصرفت بطريقه مزعجه اليوم. ما بدي ضلنا عايت عليكي وانت من عمر امي. كان لازم افهم انه الاستاذ سامي مشغول. بعتذر، بس ابني شاب وقاعد بالبيت بلا شغل، وعرفت انكم عايزين اوفيس بوي، قلت بقول للاستاذ سامي بحكي معه احلى ما يعطي الوظيفه لحدا تاني. نحن عاده ما بنعمل وصايه لحدا، وانت بتعرفي ابنك بيعرف يقرا ويكتب؟ كيف لكن يا ست؟ ابني خريج جامعة بس قاعد بالبيت وما عم بيلاقي شغل. طيب خليه بكره يجي بدل الشغل.
شكرا يا ست مايا شكرا. الله يريحك مثل ما ريحتيني. جدي بدهم هنا يقتل وحده. يقتلها؟ ما راح تعرف تعمل حياة الحلوة إلا إذا أكلت المرة، وإلا بتعلق فيها كل حياتك. اقتلها وما تشغل بالك. يالك على عقلات. شنطة سفر؟ شنطة شغل؟ شنطة ممنوعات؟ إيه شنطة ممنوعات. لا جدي هذه شنطة الشغل. مازال تاريخ العالم يلي بيعلموه لأولادنا بالمدارس هو بالأساس مسلسل طويل عن جرائم قتل ومقابر جماعية. ايه بيجي نهار، بيجي نهار اللي بيخاف فيه الإنسان من قتل الحيوان مثل ما بيخاف من قتل الإنسان. ايه ما هي هيك بالشقلوب. وائل وين بدك تضب الشنطة؟ يا عم البيت قد الندفة. أنا جي وائل أنت بالبيت؟ إيه ماما أنا هون. عندي إلك خبرية كتير حلوة. كنت عارفة إنك ما رح تروح تقدم طلب بالشغل، فحكيت مع المدير دغري وطلب إنك تبلش بكرة بالشغل. كيفني معك؟ ما للصراحة أنا مش مرتاح لهالشغل. بعرف يا حبيبي ما في اصعب منها، مهندس قد الدنيا مضطر يشتغل اوفيس بوي. بس شو بتعمل يا امي هذا البلد هيك. معلش يا حبيبي 300 دولار بالشهر بضلهم احسن من المشي. من هون لتكون لقيت لك شي وظيفه بتناسبك اكثر. طيب ماما بكره بنشوف. لا بكره ناطرينك ليسلموك الشغل. اشتقت لك. شو كيف نور؟ اخذت اغراضي وودعتها. غريب الشعور. ايه اي شعور؟ انه لما نرجع بتكون مرتك اختفت او ماتت. ما عندي غير حل مايا. لك خلصني بقى خلصني. شو قاطع من الحمام على المطبخ؟ سامي سامي روق بشرفك وبلا تعصيب. بدنا نتسلى ما بدنا نعصب. خلص اوكي ما رح احكي ولا كلمه. عمي شو كان بدي من هالشغله؟ 100 مره فنان ولا مره مجرم. اصلا ما عم فتح البيت. ليه ما بروح بحط الشنطه محلها ولا مين شايف ولا مين دري. وائل يلا على العشاء. يلا ماما جاي. شو يا جدي؟ شو الأخبار؟ يوسف تاكل أنت ولا بتعميك أنا؟ شو بوجدتك يا وائل؟ شو بعرفني شو بيك؟ شو بيك جدي؟ بدي كاس عرق. العرق ما بيسوي لك. شو قال لك الحكيم؟ بصير معك نشاف. مش معقول شو عنيد كل يوم نفس الخبرية. راس بندورة بلدي رشيله ملح وسماء وزيت وشربي كاسه. لك انت بتعرفي تعيشي انت. يوسف خلصنا بقى. رزق الله رزق الله على هديك الايام لما كانوا احلى نسوان يحضروا لي الكاس. مزبوط رزق الله.
ما أبشع البهدلة والتعتير. الرزقة بين إيدي وعم برفضها. رايح لدى المصريات. ليش؟ لأني حمار وحساس. ضميري بيعذبني كل حياتي إذا قتلت دجاجة. كيف إذا قتلت مرة؟ هاي بس ضميري عم بيعذبني كل يوم فوق 20 مرة. إذا عطشت وبدي اشتري قنينة مي بيعذبني ضميري. هلا بس توصل على البيت بتشرب حرام تدفع حق قنينة مي هلا. هيدي عيشة هاي، هيدا قهر وتعتير. بس بقى بلا ضمير بلا بلوط. 100,000 دولار قبل العملية و200,000 من بعد ما قتلها. ولك مين؟ مرة مسطولة، مرت مسطول هين أمي قدام عيوني. 300,000 دولار. هي والله إذا بشتغل كل حياتي ما بطلع 300,000 دولار. بدي اقتلها اقتل بيا كمان. هيك رح تضلك ساكتة كل الليل؟ سامي مش عم بفهم عليك، كيف ممكن تكون أعصابك هالقد رايقة ومرتك ممكن تموت بحيالة لحظة؟ شش وطي صوتك، بركي حدا سمعك. دق له، الغي العملية، ضميري بلش يقنبني من هلا. مش قليل، مش حضرتك حضرتي لكل شيء؟ إذا بقلك زد حالك من الشباك بتنط؟ أكيد، لأني بحبك. سامي ما فيه، شو نحن عم نلعب؟ شد حالك. طيب قلنا أنا أتحدى غنجنا مايا، كيف لك جلدت هالحركات بهالوقت؟ حركات؟ ايه حركات. مايا أنا معصب، أنا موتر كتير. عم تتخيلي رجال بين لحظة والتانية مرته رح تموت؟ الغي العملية ونزال ركع تحت إجرية واعتذر منها، شو رأيك؟ شو هالحكي؟ ما أنا حركات. يا الله يا الله يا الله. أنا بدي فل الغي العملية، مني مستعدة ضحي بحياتي كرمال نص رجال. أنا نص رجال؟ إيه ما صار لي كل السهرة مقابيلك وما عم تغنجتنا. طيب رح أعمل كل اللي بدك إياه بس ما تفلي. طيب دقل مش كرمال شي، بس كرمال نطمن. ما بدي سامي. يا كتير اللي حرد عليك. مش عم بيرد. شو قولك؟ قولك قتلها؟ إن شاء الله. خلينا ننزل على البيت. نعم مش هالحكي هيدا. أنا ما بقى فيه بليز سامي. لا
يا ست نور. من وين تعرف اسمي؟ رؤية ما بدها هالقد. خليك مطرحك احسن ما اوصك، ما تتحرك. اسمحي لي فسر لك شو عم بيصير. انا ما بدي اذيكي، لو بدي اذيكي كنت فليت وهربت هلا. انت مين؟ انا وائل، اسمي وائل. كنت عم ترقبني انا ونايمه، ليش؟ شو بدك مني؟ ست نور، الاتصال اخر الليل ضروري ترد عليه، بيكون مهم. اذا بتحرك من محلك بقوصك. بقوصك. لا، ما رح اتحرك من محلي ابدا. بمين كنت عم تتصلي؟ روم سيرفيس. وليش ذكرت الخط بس شفتيني؟ اتحدى. بمين كنت عم تتصلي؟ بنور. فكرك صراحتك رح تغفر لك خطيتك؟ شو قصدك؟ عندك حل من اثنين، يا بتوقفي هبل وبترجعي معي اللي بعرفها، يا اما بتصيري رقم اثنين على ليستة صاحبنا القاتل. شو؟ اوعى تجرب تتحرك من مطرحك. يا ست نور، اذا بتريدي وطي فردك رح يوقف قلبي. شو بأكد لي أن أنت ما معك فرد؟ والله العظيم ما معي سلاح. أنا بعرضك إذا بتريدي، وطي الفرد من إيدك حتى ما تطلع خرطوشة بالغلط فيي. بقبل، بس حشرت ما بتحرك مفصل من مفاصل جسمك. نعم حاضر، فيي وطي إيدي؟ لا. بس يا ست نور أنا جاي خلص لك حياتك. من وين تعرف اسمي؟ من أستاذ سامي الرئيس. من وين تعرفه لجوز سامي؟ أمي بتشتغل عنده بالمكتب، اسمها سهام. بحياتي ما سمعت بهالاسم. ولو؟ ما بتعرفي أمي سهام؟ أمي بتنظف بالمكتب. من شو جاي تخلص لي حياتي؟ جوزك سامي الرئيس بده يقتلك تيورة 6 ملايين دولار. شو؟ ليه لعرضك؟ سامي، من أمتين بتحكينا بهالطريقة؟ شكري ربك إنه بعدني عم بحكيكي. بعتذر حياتي، بس ما قدرت أتحمل ضغط العملية. بالنهاية المرأة حساسة أكتر من الرجال. لوين رايحة يا حساسة؟ عبالي أمشي لوحدي، بدي أفكر بكل شي صار ورح يصير معي بحياتي. ممنوع تظهري لحالك، ممنوع تغيبي عن نظري لحظة واحدة قبل ما يصيروا 6 ملايين دولار بجيبتي. كل هيدا لأني توترت قبل شوي؟ كل هيدا لأني كتصرفت من عقلك وما سألتيني. في أفهم ليه اتصلت بمرتي نور؟ كم بدي أعرف إذا بعدها عايشة. وشو لقيتي؟ اتصلت مرتين وما حدا رد. سامحني حياتي. لوين رايحة؟ عالتواليت. سامي! سامي حياتي، ما بحق لك تتصرف معي بهالطريقة. سامي حياتي، أنا بحبك حياتي، بشرفك بلا هالمزح هلا. سامي وين هلا؟ بدك ياني صدق الساعة 2:30 بالليل إنه أمك سمعت جوزي عم يحكي مع قاتل محترف وعم بخطط يقتلني كرمال يورط مصرياتي؟ صح. كذب. من وين برأيك بتجيب كل المعلومات عنك وعن جوزك وعن شركتك وعن 6 ملايين دولار؟ ما بعرف، بس على أكيد في شي غلط بالخبرية. لا، ما في شي غلط. اللي فيه انه لازم تغيبي 3-4 ايام تتحرب بنفسك عن الموضوع وتتاكد انه اللي عم بقول لك اياه صح. معقول سامي يفكر بهالطريقه؟ وانت كيف فت على البيت؟ انا اخذت الشنطه بالغلط. اي شنطه؟ جوزك عطى القاتل شنطه فيها مصاري والخريطه ومفتاح البيت. شيل ايدك من جيبك. لحظه شوي، بدي اعطيك الخريطه ومفتاح البيت. في مجال قريب لاعطيك اياهم؟ وانت كيف وصلوا لايدك؟ كيف وصلوا لايدك؟ بالغلط. تفضلي. هذا مفتاح البيت الاصلي. تخط سامي، ما بصدق. معك حق يا بابا، ما كان لازم نتجوز سامي الرئيس.
أنا بعتذر إني خبرتك بهالطريقة، بس ما كان في غير هالطريقة حتى خبرك. في مجال تشيل الفرد من إيديك؟ ما تخاف فاضي ما بيقوس. شو؟ حاسس اتفقنا غردين صغار تما تبين انك فليت من البيت. ما تعطى الهم، هني غردين صغار ما حدا رح يحس عشي. ان شاء الله مش رح حط، وهذا رح اتركه مسكر. يكون افضل. شو هالشنطة؟ هيدي شنطة المصاري اللي وصلت لي بالغلط. تعال خليها معك. نور فيها كثير مصاري وانت بتستاهلهم، بعدين بدك تستقبلني عندكم بالبيت ثلاث ايام. نعم عنا بالبيت؟ ايه وائل ما عندي محل روح عليه. ما عندك أصحاب؟ أصحابي هني أصحاب سامي. نور أنا بيت كتير متواضع وعايش مع أمي وجدي، يعني ما بيليق فيك. خلينا نمشي. وين صف سيارتك؟ ما معي سيارة. منروح بسيارتي. مش على أساس قلت إنه ما بدك تبيني فليت من البيت؟ مزبوط، لازم بين إني اختفيت. صح يلا. نور عطيتك عمرة، دقيت على البيت ما حدا رد، دقيت على الموبايل سكر. ايه مبروك عليك الشركة والست ملايين دولار استاذ سامي. علاقتنا انتهت، ما بقى في شي بيناتنا. مايا انا بعتذر، سامحيني كنت كتير موتر منشان هيك حكيتك حكي جريح. زربتنا بالحمام سامي، مش بس قتلت مرتك كرمال 6 ملايين دولار، كنت مستعد انه تقتلني الي كمان. شو هالحكي؟ اكيد مش صحيح. وشو يعني رح بتصير الرقم 2 على ليستة صاحبنا القاتل؟ مايا انت ما شفتي حالك كيف تصرفتي؟ انا رح دب الشنطة وارجع على بيتك. انا غلطت، بالنهاية انا انسان. شك بدك تمنعني فل؟ اكيد لا، بس عم بعطيكي وقت لحتى تفكري وتقرري. انتبه على حالك سامي.